ما احنا بنعيد وعايزين الناس تنبسط. لا احلى عيد والله. احنا كنا بنتكلم قبل الفصل على موضوع الاغاني ولسه كنت بسالك الاصوات بقى في الرجال بتغني لمين، وانت يعني غنيت لنا للفيلم محمد منير. اسمعي ايه في العربيه؟ يعني اغانيكي ايه في العربيه؟ قديم جديد نص نص؟ تحكيش عليا. مش هقول لك. يعني بصي العربيه عندي كوكتيل غريب جدا. مش هتصدقيني، اوقات ببقى عايزه افصل خالص بتلاقيني بسمع شعبي، ما تساليش ازاي. تسمع ايه شعبي بقى؟ بسمع رضا البحراوي، بسمع رمضان البرنس، بسمع طب ما تقولي لنا حاجه رضا البحراوي كده لو حافظه حاجه رضا البحراوي. ايه ده؟ الناس كلها بتحب رضا البحراوي بجد؟ يلا ندندن حاجه لرضا البحراوي. ايه ده؟ ايه الحقوني طيب؟ الحقوني. الحقوني. انت دبستي نفسك. أنا يلا بينا. انتوا مين؟ انا مش عارفكم، سامحوني سامحوني، يمكن مش شايفكم. وانتوا مين؟ انتوا مين؟ انا مش عارفكم، سامحوني يمكن مش شايفكم. أصلي فجأة سمعت عنكم من يومي، انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا مين وبقيتوا ايه؟ مش دي الحكاية. أهم حاجة تعرفوا إن انتوا مش فارقين معايا. خدوا لكم فرصة وفكروا، مهما تعالوا أو تكبروا أو حتى للسماء هتوصلوا. بالنسبة لي صغيري، انتوا مين؟ انتوا مين؟ وعاملين راسكوا براس ازاي يا شلة كدابين؟ لسه بدري عليكم والله، قدامكم سنين. عاملين راسكوا براس ازاي يا شلة كدابين؟ لسه بدري عليكم والله، قدامكم سنين. الوهم جالكوا فجأة، شفتوا نفسكم مالهمش عزة، وللأسف عملوا معلمين. انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ ايه الاستاذة دي؟ مش في الدنيا.